السيد وزير المالية السيد عمرو الجرحي هو ضيفنا النهاردة في أول حوار يتحدث فيه عن فلسفته وعن الموازنة. الموازنة خلاص المفروض تكون بتدخل مجلس النواب، لابد قانونا أن يتم إقرارها من مجلس النواب قبل بدء العمل بها في أول 7 المقبل. الموازنة فيها مشكلات الحقيقة، في عجز مرتفع، في مدخلات أو دخل وإيراد منخفض. هنسأل أيضا عن الضرائب والإصلاحات الضريبية التي يريد أن يقوم بها. بنرحب بضيفنا السيد وزير المالية السيد عمرو الجرحي. أهلا بك. أهلا بك. يعني وزير المالية ده المايسترو، يعني المفروض وزير المالية ده مايسترو المجموعة الاقتصادية، هو المايسترو اللي بيحدد الاتجاهات إلى أين تذهب بالفيسكال بوليسي. يعني مظبوط مظبوط. فلسفتك إيه؟ يعني ايه فلسفتك وانت بتبص على موازنة يمكن مش حضرتك اللي وضعتها كلها، لكن فلسفتك ايه؟ بص حضرتك، هو الموازنة في نهاية الأمر هي نتيجة لسياسات. يعني الأرقام اللي بنوصل لها في الموازنة هي نتيجة لسياسات، مش في السنة اللي احنا فيها بس، نتيجة لسياسات مطبقة من فترات سابقة. والموازنة برضو بتعكس حاجات، صعوبات بتواجه الاقتصاد في مواضع مختلفة، سواء من انه حاجات بتسمى ممكن صدمات خارجية، او حاجات بتحصل داخليا بتأثر على الموازنة بأشكال معينة. فالموازنة في نهاية الأمر والنتائج اللي بتوصل لها هي عبارة عن ترجمة لسياسات موجودة في الدولة وعوامل أخرى بتأثر في اللي بيحصل في الموازنة والنتائج اللي بتوصل لها الموازنة. فالحقيقة مهمة قوي إنه ما نبقاش باصين للموازنة في الأرقام اللي احنا فيها وإيه اللي بيحصل فيها، بس نبص الأكتر للسياسات اللي ممكن تتحسن، ونبص للإمكانيات اللي موجودة في الاقتصاد وإمكانية التعامل مع هذه الأمور بشكل سليم وتطبيق سياسات سليمة في مختلف الأوجه اللي تقدر توصلنا لفكرة التحسين بالنسبة للموازنة وعجز الموازنة. فيجب العمل على التعامل مع سياسات في نواحي كثيرة، وفي نفس الوقت كمان أنه يبقى في ردة فعل بشكل معين للموضوعات المختلفة اللي بتتأثر. يعني السياحة تأثرت بشكل معين، يبقى لازم يبقى عندنا سياسة أخرى لفكرة أن احنا الاعتماد على السياحة في موضوع العجز الميزان التجاري والخدمات بتتأثر بشكل معين، وإحنا في فترة ممكن تكون صعبة بالنسبة للسياحة، فلازم بيبقى عندنا تركيز على بعض الأمور الأخرى بحيث إن إحنا بنعوض الكلام ده، قطاعات أخرى مثل الصناعة إن إحنا تقدر تعوض الكلام ده وندفع بيها للأمام بشكل قوي وكبير. ده بالنسبة للموازنة. سياستك المالية عموما إزاي؟ كيف، ما هي سياسة السيد عمرو الجرحي المالية وهي سياسة الدولة؟ مظبوط يا فندم. بصي حضرتك، السياسات المالية في هذا الشأن احنا بنتكلم في الموازنة في نهاية الأمر هي إيرادات ومصروفات. مظبوط كده. الإيرادات بنتكلم في ضرائب وجمارك وإيرادات أخرى، ممكن تبقى عوائد على الاستثمار بالنسبة للدولة في مساهمات في شركات في قطاعات مختلفة، في مثلا مساهمات في مش مساهمات الإيراد اللي بيجي من قناة السويس، سواء بيجي في شكل ضريبي أو توزيعات الأرباح اللي بتتم من قناة السويس. فبالتالي بيبقى وفي نفس الأمر بيبقى فيه مصروفات. لما بنيجي نتكلم في المصروفات بنتكلم في عناصر مختلفة. احنا لازم بنشوف في كسياسة مالية لازم نشتغل على حاجات معينة اللي هي تقدر توصلنا في نهاية الأمر ان احنا نتحكم في بعض المصروفات. يعني لو خدت على سبيل المثال الفوائد، الفوائد النهاردة احنا بنتكلم على رقم ممكن احنا نبقى داخلين موازنة السنة الجاية برقم يتخطى ال 290 مليار جنيه فوائد، وداخلين 290 مليار جنيه فوائد بالظبط على 16 17 على ديون بالظبط كده، وده مقابل عجز هيكون في حدود ال 319 مليار جنيه. فاحنا بنقول الفوائد بالنسبه للعجز تقريبا في حدود اكتر من 90%، ده رقم ضخم جدا. طب ليه احنا عندنا هذا الرقم العالي من الفوائد؟
احنا عندنا تضخم، التضخم ده موجود نتيجة عجز الموازنة، عندنا عجز في الميزان التجاري وعجز في ميزان المدفوعات في نهاية الأمر، وده كله بيخش مع بعضه في فكرة أنه بيسبب تضخم، فمع العجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات فبيتسبب أنه البنك المركزي بيضطر في نهاية الأمر أن يرفع أسعار الفائدة لتحجيم ما يسمى بإمدادات الأموال في السوق اللي هي باللغة الإنجليزية الماني سبلاي، فبحيث أنه هو يحجم التضخم شوية. طيب احنا في الامور دي لازم نشتغل على زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنزق في قطاعات معينه، يعني ما نقدرش النهارده نعيش في رايي بعجز ميزان تجاري بيقترب من يعني على البضائع، مش البضائع والخدمات، البضائع فقط ممكن يقترب النهارده من ال 45 ل 50 مليار دولار، ده رقم ضخم جدا، ده معناه ان احنا دولة بتستورد بشكل ضخم جدا، حجم التصنيع والتصدير ضئيل بالنسبة لهذا الرقم. طبعا بتيجي تشوفي بعد كده انه هذا العجز بيتحول بعد كده بيتغطى بقناة السويس، السياحة والسياحة اتأثرت فبيسبب معانا هذا العجز في ميزان المدفوعات. فلازم كسياسة مالية ان احنا بندفع في سكة واحد تنمية، اثنين سكة دفع أو سياسة دفع الصناعة أو الإنتاج المحلي، الإنتاج المحلي للسوق المحلي، الإنتاج المحلي لبدائل الاستيراد، والإنتاج المحلي والتصنيع بغرض التصدير، بحيث أنه لازم نضيق الفجوة دي. أنا النهاردة عندي سياحة وعندنا عوامل هائلة في السياحة وعندنا عوامل جذب كبيرة جدا في السياحة، ولكن المخاطر اللي بتتعرض ليها صناعة السياحة ليست لها علاقة بالأوبريشن أو إدارة السياحة أو الكلام ده كله. طبعا في حاجات مفروض تتحسن ومطلوب أنها تتحسن، وفي تيم موجود أو فريق موجود من الوزراء اللي هم مختصين بالسياحة على مستوى عالي من الكفاءة، ولكن المخاطر اللي بتواجهها صناعة السياحة مخاطر خارجة عن هذا الإطار. طبعا تقدري تحسني، لكن كلنا عارفين ما احنا شفنا عمليات ارهابيه بتتم في فرنسا وفي بلجيكا وفي كل دول العالم، فما تقدريش ان انت تتحكمي في هذا الموضوع. زائد انه احنا بنتكلم لما سياح بيبصوا على منطقه بيبصوا على اقليم او ما يسمى بالريجن، اوكي، فالناس بره بتشوف انه الاقليم اللي احنا فيه اقليم فيه مشاكل وحروب ومشاكل سياسيه فبيأثر. لازم يبقى عندنا سياسه وتوجه ان احنا بندفع في فكرة الاستثمار والتصنيع ودفع الصناعة بأقصى قدر ممكن، بحيث نحن نبقى زي ما قلت دولة بتصنع للسوق المحلي لبدائل الاستيراد وللتصدير. لازم نضيق الفجوة ما بين الفجوة بتاعت الميزان التجاري بأكبر قدر ممكن. بص حكي، هو في زي يعني كنا بنتناقش حتى من قريب بنقول انه في موتورين ممكن يشغلوا موتورين تانيين، يعني في موتور بتاع الصناعة وعجز الميزان التجاري ده يجب ان يقل لأقصى درجة ممكنة في قناة السويس، وهي يعني ارقامها معروفة ومش متأثرة بشكل كبير مع هبوط التجارة العالمية، بس بحد بسيط، يعني ما اقدرش اقول انه تأثير بسيط، يعني لو 2-3% ولا 5% ما اقدرش اقول انه رقم كبير جدا. بنلاقي انه السياحة اتأثرت بشكل قوي، لو السياحة بترد في اوقات ونقدر نمشي بيها لخطوات لقدام ده امر جيد جدا، لكن انا لازم ابتدي من المستوى اللي تحت، يعني الموتور اللي هو بتاع الصناعه انه نقدر نبقى قادرين نحسن الميزان التجاري للبضائع، ده هيساعدنا بشكل كبير جدا. لو السياحه بتتحرك الموضوعات دي هتحرك حاجتين معاها، هتحرك الفورين دايركت انفستمنت او الاستثمار الخارجي الاجنبي، هتحرك الاستثمار في المحافظ اللي بيجوا بيستثمروا في ادوات في البورتفوليو اللي بيجي يستثمروا في ادوات الدين، وفي نفس الوقت هتحرك معاها برضو ما يسمى بالتحويلات اللي جايه من بره. خلي بال حضرتك انه في يعني لما حصل موضوع خفض العمله احنا ابتدينا نلاحظ في الفترة الأخيرة في آخر شهر شهرين انه في علامات كتيرة قوي على انه كتير من اللي بيشتغلوا في التصدير ابتدت تبان علامات قوية انه ابتدوا يلاقوا أسواق كبيرة وابتدوا يحصل تطور في هذا الموضوع بشكل اعتقد انه هو شكل جيد جدا في دفع الصادرات للأمام. فكل الحاجات دي مع بعضها هينتج عنها انه
بنقدر نبقى عندنا فوائد من العملة الأجنبية، وبالتالي ما يبقاش مضطر البنك المركزي إنه هو يرفع سعر يرفع الفايدة بهذا الشكل. طبعا مهم قوي إن احنا في هذا الإطار إن احنا نخفض العجز بشكل كبير ونتحكم فيه بشكل كبير ك يعني ابسولوت فيجر، يعني كرقم مطلق وكنسبه من الاجمالي الناتج القومي. قبل ما اسالك بالتفصيل عن ازاي هتقدر تحقق كثير من اهداف الموازنه، المواطن بيتفرج علينا دلوقتي بيقول طب دي ارقام كثيره، انا كمواطن اين انا؟ يعني انا داخل انا فين؟ انت كوزير ماليه ازاي هتقدر تساعدني؟ يعني انا وجودي فين كمواطن محدود الدخل؟ انا بتكلم على المواطن المتوسط والمحدود الدخل. مزبوط. وجوده فين بقى في تفكيركم في السياسه الماليه؟ مظبوط. بص حضرتك، هو في في برامج اجتماعيه محطوطه، وبتصور انها مش بتصور متاكد انها زادت بشكل كبير في الفترات الاخيره. لو اعدهم لحضرتك انه احنا بنتكلم في البرامج الاسكان الاجتماعي كان في اوريدي 256 الف وحده بيتم البناء، تم بناء نص هذا الرقم، ما هو دول 256. ال 256 زاد عليهم 200 و200 تانيين، احنا بنتكلم في ال 500 اللي هيتبنوا فوق تقريبا ال 130 اللي اتبنوا. ال 500 دول بنتكلم في استثمارات ممكن تقترب من ال 90 او ال 100 مليار جنيه، فده رقم ضخم وبيوفي طلب بالنسبه للاسكان الاجتماعي وباسعار مخفضه، لان الدوله بتخش بالمرافق وبالارض وما بتحملش. تمويله من داخل الموازنه؟ تمويله لا، يعني في حاجات، في تمويل من داخل الموازنه ارقام، وفي بتعملي برامج للاقراض على فترات طويله باسعار فايده مدعومه بالنسبه للمشترين وعلى فترات طويله. اوكي، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه في دعم الغذاء اللي هي في بطايق التموين، احنا بنتكلم في السنه القادمه بنتكلم في حدود 46 مليار، وسيادة الرئيس زاد هذا الرقم بحوالي 2.4 مليار، فاحنا بنتكلم قرب 49 مليار، ده صعودا من 41 مليار في السنه الماضيه. اذا الدعم السلعي هيرتفع من 41 مليار لتقريبا 49 مليار جنيه، منه دعم المزارعين، منه 41 دعم اللي هي السلع الغذائيه، ومنه 2.4 مليار زادت اللي هي بتخلي هي النقاط الزياده مش النقاط والبطاقه التموين اللي هي ال 15 بتروح ل 18 جنيه لكل مواطن مستفيد بهذا الموضوع. دي ال 3 جنيه زياده اللي هي دي 3 جنيه اللي هي من 15 ل 18 بالظبط كده. في برامج اخرى حضرتك، واعتقد انها برامج شديده الاهميه، لانه بتحقق حاجتين، اللي هي الضمان الاجتماعي اللي بيستفيد منها 1.5 مليون مواطن، ودي محطوط في الموازنه ليها فوق 7 مليار جنيه، والتاني والاهم منه اللي هو تكافل وكرامه، ومحطوط له 4.7 مليار، غير مليار جنيه كمان قروض من البنك الدولي. ده مهم جدا هذا ده في غايه الاهميه. والحقيقه انه وجوده في كمان في الصعيد الحقيقه عامل تاثير ايجابي للغايه، واخد بال حضرتك ازاي؟ وده المفروض انه بنتكلم في 1 مليون مستفيد هيروح ل 1.5 مليون مستفيد، مش العام القادم يمكن العام اللي بعديه، ففي توسع، لانه كمان مشروط بحاجات بالنسبه للاولاد في التعليم، مشروط بانه هم الصحه للتطعيم والمتابعه والامور دي. واعتقد المؤسسات الدوليه اشادت بهذا طبعاً البرنامج بشكل جدا كبير، البرنامج الحقيقه مظبوط كده، وبرنامج اكتر من رائع. واحنا في واشنطن كمان الحقيقه لما بنتكلم على البرامج دي، يعني ساعات الناس بتفتكر انه المؤسسات الدوليه بتبقى صعبة أو شرسة، أو الحقيقة لما كنا بنتكلم في موضوعات دي الحاجات اللي بتلفت انتباههم وبيتكلموا عليها بشكل إيجابي بشكل رائع، يعني بيدعموا الاتجاه ده وبيدعموا الوصول لهذه البرامج بأفضل شكل ممكن. والدليل إن البنك الدولي حاطط تمويل لهذا الموضوع 400 مليون دولار بيتصرف على 3 سنوات. فأنت عندك 4.7 مليار. مزبوط. اللي هي التكامل تكافل وكرامة، و7 مليار و100 اللي هو معاش الضمان الاجتماعي. ال 4.7 دول هيغطوا كام اسره؟ مليون السنه على السنه القادمه السنه القادمه.
وده بزياده قد ايه عن السنه اللي هو البرنامج ابتدى السنه دي السنه الماليه الحاليه، وابتدى على يعني مش في اول السنه، فبياخد وقته، لكن في خلال السنه القادمه هيبقى من بدايته على طول، والحجم المستفيدين فيه هيصل الى مليون، فمتوقعين ان الرقم ده يتم استخدامه في السنه القادمه، وحسب القدره على التوسع في هذا البرنامج وحسب الطلبات هتزيد في الموازنات اللي موجوده بعد كده. فده الحقيقه امر في غايه الاهميه. بنتكلم في دعم الكهرباء بيتحط 30 مليار جنيه، طبعا في برنامج لاصلاح بالنسبه للكهرباء والبترول عن طريق برامج لزياده الاسعار، ولكن ما زال بيتحط في الكهرباء السنه الجايه 30 مليار، دعم البترول بنتكلم من 35 ل 40 مليار جنيه في دعم. هل دعم البترول هينخفض ولا هو المفروض انه انخفض والموازنه معموله على 40 دولار؟ النهارده بنتكلم في انه سعر البترول واصل ل 45 دولار 46 دولار، ولكن ما زال هناك يعني لو بنتكلم على الوضع العالمي ما زال هناك نقاش ومجادلة، هل احنا فعلا في سكة صعود او بالنسبة لأسعار البترول، ولا انه ده ممكن نعتبره يعني امر غير ناضج ان احنا الاسعار بتترد. يعني لو حضرتك بتشوفي رئيس شركه بريتش بتروليوم في شهر فبراير قال لك احنا محتاجين حمامات السباحه اللي في العالم عشان نخزن فيها المواد البتروليه، هو نفسه بعد شهرين بيرجع يقول ده احنا خلاص وطالعين والكلام ده كله. في وجهه نظر ثانيه بيقولوا انه اسعار البترول الحاليه ما زالت انه اللي في امريكا اللي هم بتوع شيل اويل ما ليس لديهم يعني ما تاثروش بشكل جامد، فبيقولوا انه اسعار البترول لازم تفضل عند مستوى منخفض لفتره طويله عشان يعمل ما يسمى تكسير الامداد او يعني في اللغه الانجليزيه سبلاي ديستركشن. اوكي ده في صالحنا، يعني انخفاض سعر النفط طبعًا. ده في صالحنا لان احنا نت امبورترز مش كده، احنا مستورد صافي مستورد بالظبط كده بالظبط كده. لكن هل في الخطه او هل في الموازنه خفض الدعم على النفط؟ لا، هو انخفض السعر بالزبط وليس بالزبط باجراءات لخفض الدعم. لا طبعا حتى هذه اللحظه يعني الاجراءات طبعا امر يعني دائما ما يعني ما فيش اي نقاش حاصل فيه في الوقت الحالي، ولكن ده نتيجته انه يعني فاتوره الدعم انخفضت بالظبط. انا عارفه ان عند حضرتك فلسفه لاعاده هيكله الدعم، يعني عندك فكره؟ يعني مظبوط، هو الحقيقه انه يعني في دول كتيره، يعني طبعا انا عارف انه ده بيبقى موضوع شديد الحساسيه عند الناس واخد بال حضرتك ازاي، ولكن احنا لو بنبص في تجارب في دول كتيره، انجولا اخرها في سنه واحده رفعوا الدعم كله، الاردن رفع الدعم كله، الامارات رفعت الدعم كله، اخرها قطر ابتدوا يحرروا قطر. دي دول غنيه تستطيع. لا ده بس يستطيعوا ذلك. صحيح، بس يعني ما هو متوافر من امدادات في الطاقه سواء غاز او مواد بتروليه ضخم مهول، واخد بال حضرتك ازاي؟ فانت لما بتيجي تعملي الكلام ده وقت ما هتعمليه، وقت ما هيترى انه يتعمل، هو لسه ما فيش نقاش مطروح ليه باي شكل في الوقت الحالي، ولكن انت بتعمليها بطريقه فيها اسلوب سليم بحيث ان هو ما بيمسش من يعاني من هذا الامر، لانه في دراسات بتتوجد ساعات انه لو يعني في حجم استفاده لبعض اصحاب الدخول ممكن تبقى عاليه وما بتاثرش عليهم، وممكن اللي تحتك هو يكون هو اللي متاثر بشكل كبير. دعم الخبز، هل الدعم الخبز ما هو داخل في ضمن داخل في ضمن 41 مليار؟ 41 مليار بالظبط. طيب الصحه والتعليم وهما اساسيين، انا هبتدي بس بالمواطن وبعدين بعد كده هننتقل للارقام الاخرى. الصحه والتعليم هم بنود اساسيه بالنسبه للمواطن العادي. صحيح. هل بالفعل زاد او زادت موازنه الصحه والتعليم طبقا لما يقوله الدستور؟ طبعا 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 زادت قد ايه؟ الارقام مش حضراني بس يعني زادت الزياده اللي هي النسبه المحدده في الدستور ولا اقل شويه؟ يعني غالبا احنا قريبين منها جدا يعني يعني بالنسبه للتعليم والصحه قريبين منها جدا بنسبه كبيره، يعني تتجاوز المشكله بس ان هذه الاموال دايما تنفق على الاجور وليس على الخدمه نفسها. ما هو ده لازم اللي يتحسن، يعني هو موضوع الاجور هو موضوع موجود معانا، انت حضرتك يعني عارفه طبعا انه الاجور في السنه الماليه 19 10 11 كنا بنتكلم على 90 و95 مليار، احنا داخلين اجور السنه الجايه 228 مليار، رقم
رهيب كبير جدا واخد على حاجه زي وده بيمثل من المصروفات اكتر من حوالي 25%. الفوائد بتمثل قرب ال 30%. اوكي، طب هتعمل ايه في موضوع الاجور ده؟ الاجور يعني في الوقت الحالي احنا زي ما قلت حضرتك ان احنا الاهم ان هي تنخفض كنسبه من اجمالي الناتج القومي، وبالتالي يرتفع اجمالي الناتج القومي الاجمالي بالزبط. عشان هي الفكره كلها حضرتك في احنا مهما بنعمل برامج ومهما بندعم، لو ده مش مصحوب بنمو قوي وفعال ومؤثر، اقصد اقول بيه انه مبني على استثمار مش مبني على كونسامشن. احنا في الكام سنه اللي فاتت النمو كان مبني على استهلاك. اكتر منه استثمار. في فرق في المعدلات النمو، يعني ازاي بتحسب معدل النمو يا سياده الوزير؟ يعني هل ممكن يبقى نمو مبني فعلا على استهلاك مش مبني طبعًا على استثمار؟ طبعا احنا السنه الجايه طلع يعني اقدر اقول لك انه بدرجه كبيره قوي انه متوازن ما بين الاستثمار والاستهلاك. يعني لو احنا السنه الجايه هننمو ما بين 5 ل 5.25%، بنتكلم على نصف هذا الرقم مبني على اساس انه استثمار والنص الثاني مبني على اساس انه استهلاك. انا تصوري في السنوات الماضيه كان العامل الاكبر في هذا الموضوع هو الاستهلاك. بس امريكا مثلا هي دوله يعني استهلاكها ضخم جدا، ودوله خدمات سيرفيس اندستري، لانه وصلوا في التكنولوجي لتطور رهيب، فبالتالي عندهم في السيرفيس اندستري تطور جامد جدا. زائد انه امريكا في الفترات الاخرانيه عشان موضوع العماله ابتدوا يسترجعوا صناعات على الارض جوه امريكا. صح، ماشي. صح. اللي حصل انه امريكا بعد الازمه الماليه كان البطاله وصلت لحوالي 11.5%، احنا النهارده بنتكلم على بطاله 5.4%. الشيء الاساسي اللي دايما بيبصوا فيه وبمنتهى الصرامه، اللي هي كل يوم جمعه من اول يوم جمعه من كل شهر بيطلعوا بيانات العماله، ودي بتبقى فارقه بشكل كبير جدا، 200,000 فرصه عمل، 300,000 فرصه عمل. دي فارقه بالنسبه للمرشحين وبالنسبه للرئيس اللي هو الحاكم، للمرشحين وللاقتصاد العالمي. وللاقتصاد العالمي بالظبط كده. اسمح لي ان اقف هنا قليلا، هنخرج فاصل قصير قصير وبعد الفاصل نتكلم بقى على الارقام، يعني ازاي عايز تحقق ال 5% معدل نمو، خفض البطاله، يعني بتفكر تحقق ازاي ده، وكمان الضرايب، لان دي قضيه مهمه جدا. مزبوط. بعد الفاصل نواصل هذا الحوار مع السيد وزير الماليه.